مرحبا. عادة المجنون ما بيخاف من شيء ولا من العتمة، بس المثل بيقول إنه عتمة كينون بترعب المجنون، لأنه سما كينون بيكتر فيها الغيم الأسود يلي بيحمل أمطار غزيرة، وكمان بتعتم بكير لأنه نهار بيصير قصير. وعودة للطقس اليوم بلبنان، أي الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وبيتحول إلى غائم جزئياً مساءً مع رياح ناشطة. وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنروح تحديداً أنا وياكم لعكار، حيث عم بتسجل عكار 11، طرابلس 15، جبال 14، ومن بعدها بيروت 16، وصيدا 14، وسور 15، بنت جبال 8، نبطية أيضا 8، بيت الدين 9، برمنا 14، زحلة 10، بعلبك 9، وأخيرا الهرمل 10. أما بالنسبة للرطوبة فبتتراوح بين ال 40 وال 70 بالبي، حرارة سطح المياه 20 درجة، وسرعة الرياح بين ال 15 وال 35 كيلومتر بالساعة، والرياح هي جنوبية غربية وبتشكل 80 بالبي من أيام السنة بلبنان وبتحمل أمطار. كيف رح يكون الطقس اليوم بكرة وبعد بكرة؟ خلينا نشوفهم سوا. اليوم بتتراوح بين ال 11 و 22 وبكرة بين 12 و 22 درجة، ونهار الثلاثة الطقس ماطر وبتتراوح بين 13 و 22 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا الدوحة 18، الكويت 13، وبغداد 8، من بعد القاهرة 14، الخرطوم 23، وأخيرا روما 11، وبرلين 2، ولندن 7. وهيدا جونا، خليكم لجو الأخبار.